ناخد اول اتصال معانا. شهندة من القاهرة، اتفضلي. استاذة شهندة. الو، السلام عليكم. ازيك يا شيخ موسى؟ الله يبارك فيك يا فندم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب وحضرتك بخير وسعادة. يا رب. نحن واياك والمسلمين اجمعين يا رب. اللهم امين يا رب. كان ليه حلمين بعد اذن حضرتك. اتفضلي يا فندم. الحلم الاولاني حلمت اني كنت راكبة باخرة ومعايا شاب اسمه وليد. حجزت في الباخرة دي ودفعنا مبلغ 175 جنيه. الباخرة دي المفروض اللي هي بتتحرك بيكون فيها زي عشا كده، بتلف شوية وبترجع تاني لنفس المكان اللي هي فيه. المهم ان الباخرة دي مشيت شوية اتحركت ومشيت وبعد كده وقفت تاني. ركب يعني عشان تركب باقي الناس. بس اللي انا مستغربه كل الرقم، يعني انا اي ما فاكره الرقم اللي انا دفعته ده اللي هو 175 جنيه. انا لا يعنيني الرقم يا فندم، يعني ان انت دفعتي فلوس. دفعت ايه؟ 175 جنيه. طيب في رؤية تانية اللي عندك؟ اوكي. الحلم التاني بقى برضه هو ده برضه اتكرر معايا تاني مع حضرتك برضه. كنت قايمه بردت حسبي الله ونعم الوكيل. دي برضه تاني مره برضه بحلم بيها بس مش عارفه بحزن على مين. اولا الرؤيه الاولى مرتبطه بالرؤيه الثانيه وتابعيني. تمام اوكي. لما اشوف ان انا في الباخره اللي هي السفينه، لما اشوف ان انا فيها وبدي حد فلوس نجاة. عندنا دليل؟ ايوه عندنا دليل، لان الله يقول في القران فانجيناه واصحاب السفينه، هذه نجاة. وقبل كده واما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر، تدل على الرزق والفلوس الورق. فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه. هذه نجاه ورزق وادراك امن وامان. ولما اشوف ان انا قايم بتحسب وبقول حسبنا الله ونعم الوكيل، احنا في حد لينا غير ربنا؟ حاشا لله. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، ادركوا أمن وأمان وحصن حصين من الرحيم الرحمن. والله أعلى وأعلم.